بصراحه احنا مغاربه مسلمين كعجبنا نشطه ونضحكوا، ولكن باش نحتفلوا مع النصارى هما كيقولوا هذاك عيد المسيح، ما عرفناش واش عيد المسيح بصح ولا كيكذبوا علينا. المهم حنا عزيز علينا النشاط وكنشطوا الحمد لله وكل شيء ديال الله. والله ما نقول لكم سنه سعيده، والله يعطينا المغاربه كاملين شي حرقه لبرا، هذا الشيء اللي كنطلب. بيس طنجاوي عادي بحال اي يوم كنخرجوا قهوه ولا لا انا الشغل كنعملوه والو ما كنحساب لهم، هو الاحتفال ديالهم هما ماشي ديالنا خصي صافي. نجوا مع العيال والعيال الصغار والعائله وكنضحكوا لا هي العيال ديالي وصافي كنعملوا ملي كنتسناو في اخر نتفرجوا بديك السهره ديال 12 صلات على النبي كيمشي بحال وينعس. كيفاش كنستقبلوا العام؟ حنايا من الرباط جينا لطنجه خدمه، اليوم ما سالينا حتى 6:30 صافي ديغ النهار داز عندنا فيه الخدمه وشويه. المهم حنا شويه كنديفولو في الشارع شويه طلومبيونس صافي حنا عادي بالنسبه لنا، والله يدخلوا على الجامع بالصحه والعافيه. ندوزو كنخرجوا انا وصحابي وصافي غير هايده وكنمشيو من بعد للدار. ها هما مبغاوش يبانو. ما كنحتفلش براس العام انا بحالو بحال اي نهار في العام. بالنسبه لك راس العام يعني شنو الراي ديالك؟ بدا هو ب 24 في شهر 12 كيقولوا بانه ميلاد المسيح ياك عيسى عليه الصلاه والسلام ولا عليه السلام، ولكن من بعد راه تحول واحد الحاجه اللي هي ايكونوميك بيع وشراء فهمتيني. بالنسبه ليا كل عام كاين راس العام، يعني ماشي ضروري نحتفل به كل عام، والا شتي راه تجبر كلشي سكران ما عنده حتى علاقه بالثقافه الاسلاميه او الباك جراوند الاسلاميه اللي حنايا كننتميو ليها. شكرا. الصراحه يعني ما كناش كنحتفلوا به حيت داك الشيء ماشي ديالنا، يعني ماشي ديال الاسلام، حنا عندنا الراس الهجري الميلادي ما كنحتفلوش به، ولكن هذا الشيء ما كيخليناش باش نخرجوا حتى حنا نفوجوا، ولكن داك الطورطات ودوك لي كادو وداك الشيء يعني ما عندنا ماشي كنتماشاو يعني بانه غنديروا الطورطات وداك الشيء، ولكن يعني كنخرجوا يعني هذا الشيء اي حيتاش كيكون واحد النهار كونجي بالنسبه للناس اللي كيقراو وبالنسبه للناس اللي خدامين، يعني هذا الشيء ما كيخليناش باش نمشيو حتى حنايا نخرجوا ونفوجوا. في الحقيقه حنا كندوزوا راس السنه تقريبا سيمانه قبل راس العام، وهذه كندوزوها في العمل المعتبره باش كنرضيو الكليان ديالنا الزبناء وهذه. الحمد لله عام على عام كيتزاد الاقبال، الناس بدات كتوعى شويه، ماشي دلاله دينيه ولا هذه، باش الناس كتحتفل من اجل جمع الشمل ديال العائله و لا والو ما كنحتفلش براس العام، راس العام د النصارى انا ما كنحتفلش براس العام، كنخرج دائما ماشي يعني ماشي طال راس العام، يعني ماشي شي نهار مميز ولا الصارى يا خو اش كيقولوا له راس العام د النصارى، يعني ما كنحتفلش به عندي بحال اي بحال اليوم بحال ايام اخرى. راس العام كنخرج كنكحكح مع الدراري كندوزوها زعما شويه حاله، كان اديو بنادم كيضربنا بنادم كيجري مورانا بنادم، يعني في الحقيقه اش نقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. ويعني بوناني الصراحه بوناني واحد الحاجه اللي هي زوينه في الحياه واللي هي في الحقيقه يعني ما نقدرش نعيش بلا بها، يعني هي في الحقيقه يعني فاتح محرم كيجي هو الاول كتجي مورا هي بوناني. راس العام زيون كاع الناس كيخرجوا كيرتاحوا فيه، كنخرجوا العائله كنحتفلوا به في الدار الطرطيه والعائله ضروري ولا بد كل عام، هذه عاده عندنا مغربيه ضروري، يعني واخا حنا ماشي احنا مسلمين لكن واخا هكاك تنحتفلوا به ضروري ولا بد، ما يمكنش لنا حيت الوليدات الصغار ضروري كيبغيو يفرحوا.